انا عندي معلومات، معرفش لو تابعتي برضو الاخبار، ان النهارده التصعيد وصل الى مداه في جامعه الازهر. مظبوط، وقفوا الامتحانات وحصل مشاكل. يبدو ان الطلبه يعني المنتمين لتيار محدد اخوان المسلمين مش عايزين، مش ناويين على العام الدراسي ان هو يكمل. كان في النهارده منع لطلبه من دخول الجامعه، كان في تمزيق لمصلحه مين يا استاذ معتز؟ اسئله واجابه. لمصلحه مين كل ده؟ يعني لمصلحه مين ان احنا النهارده في ناس طلبه داخلين يتعلموا ما لهمش اي ذنب، ولا هم منتمين لاي تيار ولا مدني ولا اخواني، عايزين يخشوا يتعلموا، ذنبهم ايه؟ طيب هسالك سؤال وانا اعهد فيكي الصراحه، هل النظره الى هؤلاء الطلبه، سيبك من الازهر او غيره كويس، لان ممكن في دراسات تتعمل كتير جدا ويتقال ان الاخوان اخترقت المعاهد الازهريه وبالتالي خرجت شباب التحق بجامعه الازهر فاصبح منتمي سياسيا لتيار الاخوان، ففاهمين هم بيعملوا كده على اي خلفيه، انما تعالي تمسكي مثلا جامعه القاهره او اي جامعات اخرى، في اسباب اخرى غير وضع الإخوان في المجتمع المصري بتخليهم برضو يحتجوا يتظاهروا ويثيروا البلبلة، ولا أنا غلطان؟ لا أنا مش شايفة كده، أنا شايفة أن كل اللي بيعملوا كده دول ما لهمش أي هدف غير تفتيت البلد دي، أن احنا النهاردة بقاش في خريطة الطريق، أن احنا نفضل عايشين في المأساة اللي احنا عايشين فيها. أنا بكلمك كده باللغة اللي كل المصريين بيتكلموا فيها، أن احنا عايشين في أزمة، مش عايزين البلد دي تقوم تاني، مش عايزين أن احنا النهاردة لو المظاهرات دي وقفت وما حصلش كل ده، مش هيبقى في خريطة الطريق، مش هيبقى في استفتاء، هيبقى في تخويف لكل، يبقى في تعطيل للمسيرة، تعطيل لكل يعني حاجة، مش هيبقى في دراسة. فكل ده كل ده عشان ايه؟ عشان تفتيت مصر في الاخر، ان انا افضل اعمل كده عشان افتت، يعني افضل اخلي كل الجيش الشرطة مركزين جدا في الموضوع ده، فبيبقاش في استقرار، فيفضل الاقتصاد واقع، فيفضل ما فيش مستثمرين. كل ده بيوصل في الاخر في نفس، بيجي في نفس العلبة او في نفس الموضوع، ان هو ان احنا تدمير مصر. فليه يعني؟ انا مش شايفه ان